المحامي. اعرف نفسك معلش. عم منعم العبد المحامي من الثوار التحرير ووكيل مؤسسي ائتلاف احزاب كمان. ماشي. قبل كده بس وقفنا كل الحاجات دي من اجل نجاح ثورتنا دلوقتي، لان ثورتنا دلوقتي بيلتف حواليها وفوجئنا باحكام ليس لها من سلطان من القضاء المصري للاسف، الذي كنا نقول انه هو الحصن الحصين، حيث اننا وجدنا بطرس غالي غائب ولا يجوز في الجنايات ان يحضر محامي عنه ويحصل على براءه. ازاي ما اعرفش ازاي راجل غائب وهربان بره البلد ولا يجوز حضور المحامي في جناية الكسب غير المشروع، وازاي يحصل على براءه وكثير من ذلك. ودي ما عباره عن بلالين بتتفرقع فينا من جس نبض للثوار، هل موجودين او مش موجودين، علشان بقى يطلعوا بقى جمال مبارك وعلاء مبارك وحسن مبارك وسوزان مبارك وطيفة مبارك وكل اللي فيه صيفة مبارك بعد كده. فده معناه التفاف على الثورة، معناه ان ثورتنا لم تحقق اي مطلب من مطالبها، معناه ان يجب على شرف اللي جالنا التحرير وقال انا باخد شرعيتي من التحرير انا انصب خيمة وسطينا ويجي في التحرير دلوقتي، لان للأسف لم يحقق اي شيء من مطالب الثورة او مطالب الثوار. فحتى الان فوجئنا، فيجب على الجمعة اللي احنا سلمية غدا، وان احنا كلنا بلا تفرقة اخوان وغير اخوان، والاخوان ما بيصدروش انهم تكاتفهم معنا ويجوا الا في حالة واحدة لما بيستشعروا الخطر، وده خطر كبير على الثورة. معنى ذلك ان في مصايب بتحصل، فكلنا موجودين هنا ايد واحدة زي الاول زي يوم 25 ل 28 الاعتصام لتحقيق مطالب ثورتنا. الثورة لسه هتبدأ تاني. تقول لي عضو في اللي ايه شايفك مطلع الكميه؟ لا ده انا رايح لجنه الوفاق مقاطعه، لان لقيت فيه فلول حزب وطني وكتير قوي، ومره نعمل دستور، مره نعمل مؤتمر بتاع حجازي اللي هو الائتلاف الوطني، مره نعمل الوفاق هنا، كل ده ضحك على دقون الشعب المصري، لان مفترض ان الشعب المصري لو للاسف هم مفترضين ان الشعب المصري جاهل، مش عارفين السائر الصغير ده راجل عارف مطالب الحريه والديمقراطيه والمساواه ايه معناها، مش عارف ان هو دلوقتي عايز يدخل اسم يلاقي حقه موجود دلوقتي. الاقسام للاسف احنا شفنا برنامج امبارح على الحياه باين او على جرنان الحياه، واحد معذبينه ومبهدلينه وجايبين له 2 بلطجيه واحد شمام يشهد ضده، وجاي للاسف رئيس مباحث العاصمه وجايبه في البرنامج ومستضيفينه، بيقول ان الراجل ده انا اللي مطفي في ظهره 20 30 سجاره، مركز هشام مبارك ومركز النادين بهدلهم، وجايب حتى شهود الزور بيجيبها. البوليس لم يتغير، البوليس ووزارة الداخلية لم تتغير، وزارة الداخلية هنا ضربت ما يقل من مسرح البالون لغاية دلوقتي، ولجنة تقصي الحقائق جابت إدانتها ضربت ما يقل عن 1118 اللي ضافتهم للمصابين كمان. يعني وزارة الداخلية اللي قالت هنتغير واحنا هنطلع وهنعمل صلح والأمن والشرطة مع الشعب والكلام ده كله ما حصلش، كل ده ما حصلش. الشرطة نازلة تنتقم من الثوار على اللي عملوه فيها، عايزة تحمي نظام فاسد، وما زالت وزارة الداخلية حاليا مسيسة ألعن من وزارة الداخلية العدلي حاليا. فكل اللي احنا شايفينه ده مش شايفين نتيجة، شايفين وزارة الداخلية للأسف ألعن من الأيام اللي عدت، شايفين حاليا مصايب كبيرة جدا جدا والتفاف على الثورة، عدم تحقيق أي مطالب للثورة. كل اللي احنا بنقوله دلوقتي البلد هتقع، الحقونا، مش عارفين كل ده عشان نزل للشعب ونزل الثوار الحقيقيين، وهم مش ثوار حقيقيين نهائيا دلوقتي كمان ركبوا الثوره. يعني ناس كتير جدا ما شفناهاش موجوده في الميدان من يوم 25، فوجئنا بيها حاليا في المؤتمرات وفي الصعيد وهنا وهنا وهنا، وفلول الحزب الوطني منتشره ووزاره الداخليه بتساعدها، وللاسف الحكومه بتساعدها والجهات العليا الحاكمه حاليا بتساعد الفلول الوطني لرجوع مره اخرى وانتهاك حريه المواطن المصري. العفو.